طبعا مثل ما وضحنا طلاب، قلنا انه واجهة الانترفيس راح تقسم الى قسمين، اللي هو الليرن واللي عرفناه، اللي هو قلنا الشركة راح تقدم احدث الدروس، هي شركة الاوتو ديسك الخاصة بمن بالاوتوكاد. اما بالنسبة للقسم اللي هو الكرييت، فراح ينقسم طلاب مثل ما تشوفون الى 3 اقسام. اول قسم اللي هو مثل ما قلنا الكونكت، اللي هو راح يسمح لي بالاتصال بالشركه اللي هي شركه اوتو ديسك، وكذلك ببرنامج اوتو ديسك 360 اللي هو البرنامج المدعوم او اللي يشتغل على الاندرويد الخاص بالموبايل، يعني بالاجهزه المحمول، يا اللي هي نظامها يكون اندرويد يشتغل عليها الاي 360. اوكي، اما بالنسبه لهذا الجزء الوسطي اللي هي رسين دوكيومنت، فطلاب هذا الجزء شبيه راح يعرض اخر الملفات اللي اني فتحتها على برنامج من هو الاوتوكاد. شنو اخر ملفات اني فتحتها على برنامج الاوتوكاد؟ راح يعرضها من هو عندي رسين دوكيومنت. اما بالنسبه للجزء الايسر اللي هو طلاب جيت ستارتد او ستارت دروينج، عن طريق طلاب نقرا لها راح تنفتح لي من واجهة الورك سبيس، يعني واجهة الشغل أو واجهة الرسم، أوكي، عن طريق هذه الأيقونة اللي هي ستارت دراون. طلاب جواها أوبن فايلز، أوبن فايلز إيش راح يفتح لي طلاب؟ مثل الوورد أو مثل الإكسل إن شاء الله، والباور بوينت راح تاخذوهن، راح يفتح لي البرامج طلاب، شلون نقول برامج الأوتوكاد الموجودة وين؟ الموجودة بالحاسبة مالتي، سواء قديمه حديثه، اي برامج اني مسيبتها للاوتوكاد بالحاسبه عن طريق الاوبن فايل ممكن انه تفتحها اليه. عندنا وراها اوبن شيت سيت، عندنا جيت مور تمبليتس اون لاين، عندنا اكسبلور سامبل دروينج، هاي راح نجيهم طلاب بعدين ناخذهم اثناء الشغل وراح نفتحهم. اضافه الى ذلك طلاب عندنا من هو عندنا هذه اللي هي حرف اي او رمز الاوتوكاد طلاب. راح تشوفون اكو يم مثل يعني سهم صغير، اضغط عليه راح تنفتح لي طلاب نافذة. راح تنفتح لي طلاب نافذة، هذه النافذة طلاب بها نيو، هاي اذا ردت افتح عن طريقها ايضا. شنو طلاب نيو؟ نيو اذا ردت ايضا افتح يعني شلون نقول صفحه جديده او ورك سبيس جديد او واجهه رسم جديده عن طريق من هو نيو، اوكي، او عن طريق مثل ما قلنا درو ستارتنج. اما درو ستارتنج او نيو، عندنا الاوبن طلب نفس شغل من هو الاوبن فايل، انه راح يستعرض لي الملفات الاوتوكاد الموجوده على حاسبتي، اوكي. وعندنا درو كونفيرت طلب هذا تحويل، شلون نقول تحويل الفيرجن، يعني انا اذا طلاب دا اشتغل فيرجن 2016، خلوها ببالكم، خلوها معلومه هاي بكل البرامج، انا اذا دا اشتغل ببرنامج 2016 رسمت وكملت نقلتها لغير حاسبه، ذيش الحاسبه بيها برنامج اوتوكاد 2013، ما راح يفتح ال 2013، يعني الاصدار القديم ما يفتح طلاب الاصدار الحديث، بينما الاصدار الحديث بامكانه يفتح الاصدارات القديمه. يعني انا اذا اشتغلت ب 2013 وجيت الحاسبه بها اوتوكاد 2016 وشغلت عليها هذا اللي رسمته او اللي صممته راح يشتغل، لان ال 2016 2020 فرضا راح يشغل كل البرامج او كل الفيرجنات القديمه، ال 2010 ل 2013 ل 2015 ل 2016، بينما القديم ما يفتح الحديث، اوكي؟ ف عن طريق هذا الشيء مثلا انا رسمت بال 2016 بس حاسبه صديقي بها 2013، عن طريقه اقدر احوله لمن؟ احول هذا رسمته الى 2013 على مود ينفتح عده، لان قلنا الحديث يفتح القديم بس القديم ما يفتح الحديث. اوكي طلاب؟ هاي بالنسبه للشيء الخاص طلاب بمن؟ بالانترفيس واجهه اوتوكاد 2000 و16. راح نجي طلاب نفتهم او راح نشرح شلون افتح اني واجهه الرسم. طبعا طلاب قلت لكم
شيء كله سهل، مجرد انه اضغط على الستارت دراوينج راح تفتح لي راسا واجهه الورك سبيس اللي هي واجهه الشغل او العمل. عن طريق المفروض هسه نفتحها عن طريق ستارت